في الحقيقة أنا ما أعرفش عنه حاجة، يعني ما عنديش معلومات عنه. جيفارا أنا أعرف عنه أنه عنده نجمة هنا، هو حطيت زي نجمة وشم، وعنده عمل شعره زي بوب مارلي، كنوع من أنواع مكبره جامد يعني، وشكله مش لطيف يعني. سوغاجي بس تقريبا كان في أرجنتين، دولة الأرجنتين قارة أمريكا الجنوبية. مناضل يعني تقريبا دكم عارف عن جيفارا. انا اسمع عنه ان هو مناضل ثوري من زمان، انما فين ما اعرفش، بس انا عارفه ان هو مناضل ثوري. كان اللي اسمعه عنه ان هو جه ايام عبد الناصر، بس الصراحه بامانه الله انا ما اهتمتش اعرف عنه. بشوف صوره على التيشيرتات بس مش عارفه هو ايه يعني. كان من المناضلين، كان بيقوم بثورات في افريقيا وفي امريكا مثالي، بس اعرف ان هو كان بيقام ثورات وحرر بلاد كتيره في افريقيا. انا عارفه مناضل هو، بس مش عارف هو دوله ايه، بس هو عمل حاجه كويسه يعني في الدوله بتاعته. جيفارا هو ثائر من امريكا اللاتينيه، ثار على قوى الراسماليه المتوحشه في امريكا، وقرر انه يعمل انتفاضه لثوره شعبه ضد الفقر وضد البطاله، كان ثائر لاتيني يعني من امريكا اللاتينيه. انه هو كان مناضل كوبي، وكان اصلا اشتراكي، وكان بيدعو للحريه، و كان لي يعني علاقات مع مصر اصلا، وجه زار مصر واستقبله الرئيس عبد الناصر، وهو كان مثل في الوقت ده كانت الاشتراكيه هي اللي سائده بين العالم، وكان مثل للشباب اصلا. هو قتل، الثوره بتاعته يعني فشلت. بشوف صورته بس ما اعرفش، عندي فكره. جيفارا بيتحط صورته على التيشيرتات، هو كان عظيم من ضمن العظماء بتوع العالم. ان هو بطل وثوري وكده. العلامه المميزه شعره بس كده، كيرلي منكوش، دلوقتي كل الشباب يعني عاملينه.